تصعيد عسكري متواصل من جانب قوات النظام وحلفائه في سوريا على درعا التي تتعرض لقصف جوي عنيف، إضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي يكاد يكون غير مسبوق. 157 غارة نفذها الطيران الحربي ملقيا براميل وصواريخ استهدفت مدينة درعا خلال 48 ساعة الفائتة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فمقاتلات نظام الأسد نفذت 47 غارة، والمروحيات ألقت 37 برميلا متفجرا، وقصفت قوات النظام 48 صاروخا يعتقد أنها من طراز أرض، وألقت أكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية على درعا. هذا القصف وبهذا الحجم يعكس ربما متغيرات بدأ يفرضها الواقع على الأرض، وعكسها أيضا اشتباك كلامي بين الأردن ونظام الأسد تكفل التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالرد عليه الأسبوع الماضي، عندما استهدف الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي تحركات لقوات موالية لنظام الأسد عند الحدود مع الأردن. الأردن سبق وحذر من اقتراب أي ميليشيات من حدوده، وبعث برسالة مباشرة إلى روسيا حليفة الأسد طلبها بعدم السماح لأي ميليشيات إيرانية أو أخرى تابعة لحزب الله بالاقتراب من حدوده، وقال إنه سيقوم بعمليات في العمق دون الحاجة إلى تدخل مباشر لقواته المسلحة في سوريا من أجل ضمان سلامة حدوده. كفاح الزين، العربية.